Coucou, à la salamitkoum bnat, مرحبا بكم sur ma chaîne les délices d'Iman. Bon, la première chose اللي راني حنقولها لكم كاين شروط في القناه وهما اللي لا بلوبار تاعكم يعرفوها هي لازم لا شين تاعي تلحق الانكا يعني 1000 مشترك هذه نقولوا سهله وما بقاش نلحقوا لها مالغري راني طولت ولازم نعتنك 4000 ساعه تاع مشاهده الوغ انا يعني مد كلش خصني غير تشجيعاتكم بارطاجيو لا شين ابونيو وطلعوا لنا شويه نسبه المشاهده ولا ماشي انتما طلعوا الفلانو في التانو ايمنا الوغ عاونونا ماذا بكم اليوم رانا راح نديروا فلان باتيسي ولا فلان باريزيان بالعجينه المنكسره لا بات بريزي انا هنايا عندي 250 غرام تاع لا فارين غربلتها عليها قرصه ملح وهنايا درت زيست دورانج وقرصه تاع قرفه يعني القرفه مع زيست دورانج تجيب بزاف كو شباب هنايا عندي مغرفه كبيره ماشي معمره تاع سكر غلاس وهنايا قيس 20 غرام ولا نقولوا مغرفه كبيره تاع ما يكون بارد عندي هنايا حبه بيض و 125 غرام تاع زبده ولا اللي ما عندوش زبده يدير لا مارغارين تكون بارده بزاف يعني حطوها في الفريغو قبل ما تجو حد تخدموا بها الوغ لا بات بريزي هذه فيها دي تكنيك هذا ما ندني هنايا الماء والبيض ما نسحقهم دوكا نجيب هنايا لا فارين اللي كنت غربلتها نديرها كامل نزيد سكر غلاس سكر غلاس كنت غربلتو وكي قاسو الهواء عاود تحبب لي شويه مي ما عنديش سي با غاف نزيد هذيك 125 غرام تاع زبده اللي قلنا تكون بارده ونبدا نرمل فيها بلوتو ندخل لا فارين في الزبده بيان فوالا اكلازيو هذيك الزبده كاعيتك ابخي نجي نبدا ندير هكا كي شغل راني ندير في لاباس تاع الغريبيه وكل ما تلقاو مغصو تاع زبده دخلوا له لافارين و فوالا هنا نشوفوا لاباس تاعنا كيفاش ولات دوكا واش راني حندير راني حندير حفره في الوسط هاديك حفره في الوسط نجيب هذاك الماء البارد اللي كنا قلنا مغرفه كبيره تاع ما يكون بارد هاديك الحبه تاع البيض خلطها بيان هاديك نجي نميها في الوسط دوكا واش ندير تابعوني هذيك الحفره اللي فيها الماء والبيض نجي هكا نردمها ما نعجنش قاعيتك نجي نردمها هكا ونخلط كي شغل راني بهذيك لاباليس تاع البيتخان هكا نخلط حتى وين وحدها وحدها تتكون لي اون بول دوك تشوفوا معايا هي بدات تتلم كنت تشوف هنايا بلي ما عجنتهاش نجمعها بهذا الشكل يعني كوم سي راني نلم برك فلابول ديالي هاي تلمت بوحدها بلا ما عجنتها بلا ما درت معها حتى افور
L'étape الجاي نحطو لا باست تاعنا فوق البلان دو طراباي هاليك وكيفاش ندير ندير هكا بلا بوم يعني براحة اليد هادي نجي ندير هكا يعني ان شاء الله دوك البلان دو طراباي ما يكونش يبوجي بزاف هكذا باش ناسيوري بلي الزبدة تاعي دخلت كومبليتمون في لاباط نجي هكا نلم هكا نغطيها انا دوكا بالبابي فيل ونخليها ربع ساعة في الكونجيلاتور الوغ هنايا لاباط ابخي ما ريحت لي ربع ساعة في الكونجيلاتور نجي نحلها سيو هنايا حلوها رقيق شوفوا انا يا الفلون باركيزيان لاباط نحبها رقيقه ما نحبهاش خشينه بزاف وهذا الشيء يبقى كل واحد والجو ديالو فوالا هنايا ابخي ما حليت لاباط جبت هنايا مول درت له شويه لا مارغارين شويه لا فارين هو يعني ما يلصقش مي اون سي جامي بنادم يقرا حسابو ونجي نرفدها هكذا بالحلال نشطوها يعني ما تخافوا شويه ابخي هنايا نجي نسقمها فراحتي بيدي نحي شوية الماء زيد الماء يعني دوكا الفلون لا توندونس تاعو راهو يجي هكا عالي لاباط تجينا عاليه ماشي كيما داك تاع بكري يجي هابط ويجي شبابه يعني كي يجي هكذا عالي يجي شباب بزاف نجي هنايا كيما وفا ندير معاكم مع لي فون دو تارتيلات نجي ندير هكا صبعي يعني شغل نفورمي لاباس ابخي نكولي لاباط في لي باروا ابخي نحكم لو كوس تاعي ونديرها هكا باش تجينا شابه هذا ما كان هاي كاستيون فينيسمون ندخلها تريح في الكونجيلاتور لو طون لي نوجدو كيف كيف لا كريم افلون نجوزو دوكا لا كريم افلون هنايا في كاسرول كيما راكم تشوفوا درت 325 غرام حليب انا درت كونديا وعلاش درت كونديا ما درتش تاع الشكاير سي جوست على البنه باش تجينا لا كريم تاعنا بنينه الوغ 325 غرام حليب مع 130 غرام ماء 130 غرام ماء يجي ميم با نص كاس وما تشوفوش من اللور لافابو عندي هنايا 200 غرام تاع لا كريم فريش
160 غرام تاع سكر. هنايا راكم تشوفوا عندي سكر روز سكر بني، انا جوست ما لقيتش سكر بلون، هذا ما كان درت الغو. عندي هنايا 70 غرام تاع لا مايزينا، وهنايا عندي 3 بيض، تشوفوا كلش على عينكم، 3 بيض و 3 صفار، 3 بيض كاملين و 3 صفار. عامليك واش ندير دوكا؟ الحليب والماء نزيد لهم كمية لاكريم فريش، هاي شوية جنطة، نزيد هنايا ليكستري دو فاني. هما شوفوا الفلان باريزيان يجي بلاكوس دو فاني، يعني حبينا ولا كرهنا، على بالنا بلي لاكوس دو فاني غالية، يعني رخيصة كاع عيتك دير 80,000 ويجي فيها غير شوية. ألوغ أنايا راني ندير ليكستخي دو فاني. حبيتو ديرو فاني بودغ ديرو، أكونديسيون تكون جديدة. نزيد هنايا نصف كمية السكر، فوالا، نخلطهم شوية ونديرهم فوق النار حتى يعقد لنا الكيكو. نجو هنايا هادوك 3 بيض و 3 صفار، نزيد نكمل لهم كمية السكر، لا مايزينا، ونخلط. بون انايا نورمالمون هنايا نخلط البيض والسكر، ابخي نزيد لا مايزينا، مي نورمال نخلطوها بشويه برك باش ما طيش عليا، ابخي نروح الفيتاس. نزيد لافاني، نكمل نخلط بيان باش تجينا لا كريم تاعنا بيان ليس. الغليه الاولى تاعي تاع الحليب ولا كريم فريج نحيه، نزيدو للبيض والمايزينا، بسم الله نزيد شويه برك ونخلط بيان قبل ما يطيب البيض. لو ميم برانسيب تاع لا كريم باتيسيير، ونجي نعرض هاد الميلونج يكسرونا ونحطهم فوق النار حتى وين يعقد لنا الفلان تاعنا. بون لا كريم تاعنا ابخي ما عقدت، يعني كيما صورت لكم قدرت نصبر غير شويه باسكو ما كاش كيشد لي تيليفون. لو ميم برينسيپ تاع لا كريم باتيسيير، وهي سخونه نجي نفرخها فوق لاطا. وندخلوه دوكا يطيب. مع الاول نكون مشعله الفوق تاعي على 200 دغري هكذا باش ناشيري بلي يطيب لي حتى من الداخل، راني يعني نحكي على لاباط. ابخي نقص حتى ل 180. الوغ الفلان هابليك راهو طايب ما شاء الله عليه، جوست هنايا لازم تخلوه يريح المينيموم 6 سوايع للفوق باش نقدرو نقطعوه، يعني لازم يبرد 6 سوايع للفوق. Et voilà le flan pâtissier ou là le flan parisien. Raho wajed après ma bredle bien. Je vous stale la gelée mulfor. Yani wala bout bach tmedlna ou jah chbab. انا باش نقول لكم شهيتكم في الجنه، وما عليكم غير تسيو لا غوسيت باسكو غوسيت تستاهل التجربه، اي سي اون غوسيت فرونسيز، يعني من الداخل ما يجيش كشغل كيما اسمو هذاك اللي يتباع في القهاوي يترعد بحدو وحدو والكو تاعو نصو كاع
مايزينا. هذا بزاف حاجة بنينة وحاجة يعني تستاهل التجربة. وهنا قسمت معكم مغسو باش تشوفوه من الداخل. فوالا شوفوا كيفاش جاي كريمو يعني ما شاء الله عليه. وهذا باش كنت حايبه نفهمكم يعني ما يجيش كيما اللي نشوفوه ترانسبارون ويترعد وحده وحده وباين باللي ما او مايزينا. اون بليس دو سا لو فلان باتيسيير لا فري ريسيت و اللي راهي تانيك دوكا توندونس ولات يجي طالع ما يجيناش هابط كيما مورفين حنايا نشوفه. الوغ انايا نروح ندق مازال ما دقتو وانتوما ماليكم غير تسييو لا ريسيت. شاهدكم في الجنة وبالسلامة.